تفضل يا أخي ماجد من خميس مشيط. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. يا شيخ، أنا موظف في الرياض وأجي الإجازة السنوية عند أهلي في الجنوب شهر كامل، هل يجوز لي القصر والجمع؟ لا يا أخي، أنت السفر بقدومك على أهلك، إذا قدمت على أهلك جلست عندهم انتهى السفر، ولو كانت الإقامة قليلة، فكيف إذا كانت الإقامة كثيرة؟ السفر انتهى وعليك إتمام الصلاة والصيام في رمضان. نعم. أيوة، شكرا لك يا شيخ. بارك الله فيك يا أخي.